مساء الخير. اليوم رح نعمل كوكتيل، تقدروا كده تقولوا كوكتيل حفلات. رح نعمل موهيتو المانجا واليوسفي بطريقة سهلة جدا، ورح نستخدم عصارة هوم إليك. هذه عصارة هوم إليك البطيئة، وهذه أجزائها. عشان تشتغل معاك العصارة لازم تركبيها صح. طريقة التركيب جدا سهلة، راح استخدم هذه القطعة وراح احطها هي اول حاجة بدي الطريقة، اضغطيها مرة تمام. بعد كده تركب الصفاية، في عندنا نوعين من الصفاية، هذا النوع للمثلجات والسرابي وهذا للعصير. راح استخدم العصير، بتيجي فيه فتحة من هنا بتكون في النص بين المخرجين بدي الطريقة. تمام. وبعد كده ندخل العمود المخروطي هذا زي كده، وبعدين نحط الغطاء. طيب الغطاء بتجي معاه هذه القطعة المستطيلة اللي ورا، راح أميلها، يعني ما أحطها على طول كده، لا أميلها. تمام، لازم يطق معاك بحيث، تمام، شوفوا مايل على هناك، ألفها وتطق معايا. خلاص شوفوا كده طقت وصار المستطيل هنا، كده راح تشتغل معاكي. مواصفات العصارة جدا ممتازة، بيجي معاها جكين، هذا الأول بيكون لمخرج العصير والثاني لمخرج اللب. فيها ميزة حماية من التسخين الزائد، قفل أمان، لون عصارتي أحمر أحمر جميل، 150 واط وعليها ضمان 3 سنوات. وصفتنا اليوم راح تكون موهيتو المانجو باليوسفي. راح نحتاج ليوسف أفندي، فاكهة اليوسفي، مانجو، والأفضل تكون مستوية وحلوة. اخترت مانجو باكستاني، وممكن تختاري مانجو مصري، حبتين متوسطة. راح نحتاج لسكر بني، للزينة راح نحتاج توت أحمر بري، وعندنا هنا أوراق النعناع، والمكون الرئيسي بالإضافة للفواكه مياه غازية ولكن من غير نكهة، يعني شرط تكون من دون نكهة. إذا حتستخدمي مياه غازية منكهة فيها سكر بلاشي من السكر البني. طيب جزء من الفاكهة وهي الجزء الأكبر راح نعصرها بعصارة هوم إليك، وجزء راح نهرسه بيد الهوند. راح أرش السكر البني على المانجو تقريبا بمقدار ملعقة كبيرة، وهنا عندي جزء من اليوسفي والمانجو راح أهرسهم. مهروس المانجا مع اليوسفي صار جاهز. طيب صورت كم سنابة كده وطارت للأسف، دحين حرجع أعيد الكلام اللي قلته. راح أشغل الجهاز بدي الطريقة من هذا الزر وأبدأ أضيف الفاكهة. أضيف المانجا مع السكر البني، لاحظوا انه من مخرج اللوب نزل اللوب، وفي جك خاص باللوب والجك الثاني للعصير، وهذا العصير صافي. وهذا كوكتيلنا الجميل، راح اوريكم كيف راح نقدمه بطريقة مرة فخمة. طيب في كاسة التقديم راح نضيف من مهروس المانجو واليوسفي ملعقة، ونضيف قطعة ثلج، وأضيف العصير نص الكوب بدي الطريقة، وبعدها أضيف المياه الغازية ونبدأ التزيين. عندنا كده عرق نعناع
وممكن تحطي كمان الريسبري، ونحط كمان حبة يوسفندي. بدي الطريقة يطلع شكلها جميل حقيقي، من ألذ وأفخم الكوكتيلات. مانجو يوسفي يا عيني، مرة يشهي. يا عيني يا عيني، منعش يجنن. كوكتيل من الآخر، حاجة فخمة.